الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السلام عليكم، صباح الخير. لسه بدأ قراءة في صور من حياة الصحابة، والكتاب ده كبير، يعني هو كتاب كبير وكمان له مجلد تاني، وكمان أظن إن هو ليه مجلد تالت. ما عنديش فكرة الصراحة مدى يعني قوته أو إن هو حلو أو لأ، بس إيه يعني ممكن نقول لكم كده الفيدباك. هو بيتكلم عن مواقف الصحابة دول يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني مثلا أول واحد أنس بن مالك، فكانت لطيفة أول حتة بتاعته يعني. بس إن شاء الله اقرأه ونديكم الريفيو كامل بإذن الله. الحمد لله لسه مخلص امتحانات يمكن من كام يوم كده يعني، والواحد بقى ايه خلص بقى من كل الحوارات جو اي تي، كان حواراته كتيره قوي والمديولات التانيين برضو. فالحمد لله يعني من الحاجات اللي الشيطان بيضحك علينا فيها جدا جدا، الا وهي ان انت لما ربنا كده يكرمك وتخلص السنه على خير، ويعني ربنا يوفقك وتحس ان الدنيا كده ايه يعني متيسره وسهله ويسيره كده، ويعني بتحس ان ربنا معاك، ولما خلاص تخلص مثلا وتنجح او يعني تتخرج مثلا تبقى سينيور ولا سيمي سينيور بقى ولا اي حاجه من الحاجات دي، يلا بقى نعمل بقى ايه ما يسمى بالفان داي، وهو يعني هو مش فان داي ولا حاجه خالص. تجيب بقى كل حاجه حرام يعني ممكن تتعمل، يلا بينا يلا بينا نعملها. يعني ايه نجيب يلا شباب وبنات يرقصوا سوا، يلا بينا اغاني ودي جي ومليطه، يلا بينا. يعني سبحان الله، يعني لو افتكرت نفسك كده ليله الامتحان وانت قاعد بتدعي كده وبتقول يعني ايه يا رب بس عديها كده ايه معايا المره دي وخليها سهله ويسيره كده يعني، وبعد ما ربنا بقى ييسرها لك وتنجح ويعني تكون الدنيا في اللذيذ، وهو اصلا ربنا انعم عليك يعني كل حاجه احنا فيها سبحان الله. يعني ايه الكيمياء والفيزياء والطب والهندسه وكل الكلام اللي انت بتتعلمه ده، فهو ربنا سبحانه وتعالى اصلا هو اللي علمه لك. يعني انت ايه يعني انت ما اتعلمتوش يعني في الايه ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، فانت اصلا ربنا اللي بيعلمك وهو اللي بينجحك وهو اللي بيخليك سيمي سينيور وهو اللي بيخليك سينيور وهو اللي بيخليك تتخرج وهو اللي بيخليك تشتغل. وفجاه بعد ما كل ده بيخلص وبينتهي بقى خلاص وانت خلاص اتخرجت، طب يلا بقى ايه يلا ناقص ربنا يعني يلا نشوف كده حاجه نعملها ايه نتجمع عليها كده. فسبحان الله، فاتمنى الشباب اللطيفه اللي هنا ما تقعش في الفخ ده، وفعلا باب الحاجات المتاحه واللطيفه واللي ممكن نعملها وتبقى جامده جدا وتبقى الدنيا لطيفه ونتبسط جدا اكبر بكتير بكتير من كل الهري اللي هم بيعملوه فان داي مش عارف بارتي داي هلسي داي اي حاجه فيها ايه اي حاجه فيها سبوبه يعني هم بيعملوا منها فلوس، فيلا بينا ندوس بقى. ولكن باب المتاح او الحاجات المتاحه فعلا كبيره جدا، بس سبحان الله مستخبيه كده محدش بيروح لها. فاحنا ممكن حتى بنعمل افكار ممكن نشوف نعمل ايه. يعني كان ليا اصحابي كانوا خلاص سيمي سينيورز فراحوا حديقه الازهر، يعني حديقه الازهر معروفه ان هي فيها خضره كتير ومش عارف بتاع، وكانوا شباب بس وجمعوا بعض وقعدوا بقى يحكوا وجابوا اكل وكان الوضع لطيف جدا. فبعد ما ربنا وفقك ويسرها عليك وكرمك يعني ما تخليش ده رد الجميل. يعني انت لو مثلا عندك طفل ولا ايا كان وقعدت تعمله كل حاجه هو طلبها منك، وفي الاخر اول ما وصل لمنطقه معينه قال لك خلاص لا يعني ايه شوف لك انت حاجه تانية، فيا ريت ما يكونش ده رد الجميل. بس انزل قبل الشباب في السريع وبعدها هشتري كام حاجه، وعايز اروح جروت، عايز ورايا كام حاجات كده عايز اعملها، ورايا كذا حاجه، ويعني الوقت بيكون ضيق جدا والتوقيت الصيف ده خلى الدنيا غريبه جدا. بس يلا بينا يلا بينا. ايه الحلويات دي؟ لا 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 السلام عليكم. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا دكتور عديت يا باشا زي الفل. قاعد سجين دي ولا لا يا عم؟ بس انت اللي منور فهي ايه ده اساسي، بس انا بحاول يا انت كنت ميت خالص انت كنت قاعد يعني كنت ناقص تشحت والله صدق حبيبي مالك حبيب قلبي عامل ايه يا ابو راجل. النبي عليه الصلاه والسلام دخل على شاب من الشباب وهو بيموت، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال كيف تجدك، يعني قلبك عامل ازاي حاسس بايه وبيموت. فقال يا رسول الله ارجو رحمه الله واخاف ذنبي، اتمنى ان ربنا يرحمني وخايف من الذنوب بتاعتي.
فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد أو في قلب امرئ في مثل هذا الموطن، في الموطن ده، إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. الحمد لله خلصت، عملت كام حاجه، كنت عايز اجيب كوتش كده بس يعني قعدت بقى ادور كده، وبعدين ايه الاسعار يعني كلها ايه، مفيش تلات ارقام يعني، الاسعار بتبدا كلها ايه اربع ارقام جنب بعض كده، انا قلت ده يمكن السيريال نمبر ولا حاجه يعني. الحمد لله لقيت حاجه مناسبه، فالحمد لله عاش، المفروض ان انا اروح. الحمد لله لسه واصل يعني، بقى لي نصايه كده، وبقى في حوار، في حوار ايه لطيف جدا يعني، قعدت استكشفه مع الوقت كده، الا وهو بس يعني مش هينفع كده، لازم نرسم. لو جينا نقارن ما بين الاوقات الصعبة زي مثلا امتحانات، زي حوارات، زي ضغط، زي اي حاجة، وما بين الحياة الطبيعية، ولكن يعني من منظورك انت، فانت بتشوف المشكلة او الضغط او الامتحانات او ايا كان، بتكون مالية مستوى رؤيتك كله، فانت تقريبا مش بتشوف غير المشكلة دي بس، يعني انت محشور كده في زون معين ان انت ايه، لا يعني هي دي المشكلة بس، واي حاجة تانية فهي مجرد ايه، حاجات بسيطة على الهامش. ولكن في الحياة الطبيعية او كحياة طبيعية، فهو فعلا ده حجم المشكلة من البرسبكتيف كله، من حياتك كلها، من حواراتك، من اين كان. فالفكره بس اللي انا عايز اقولها انك ما تخليش المشكله تغي على كل النعم اللي احنا فيها، تغي على كل الحوارات التانيه. الواحد لو ادرك ده فعلا، اولا كده تعامله مع المشكله هيختلف تماما، فهيتعامل معاها بشكل افضل بكتير. زي بالظبط لما تكون داخل امتحان متوتر وامتحان مش متوتر، يعني شتان ما بين الاثنين، او امتحان نايم وامتحان مش نايم، يعني الفرق بين ده وده كبير جدا. الحاجه التانيه ان مفيش حاجه بتلزق فعلا، يعني مثلا خلاص امتحانات بقى لي اهو اسبوع او اكتر من اسبوع بشويه، وفعلا خلاص يعني الواحد بقى بيبدا ينسى كل التعب اللي هو تعبه في السنه وكل الحوارات اللي هو مر بيها، خلاص لان خلاص كده ايه يعني خلصت المرحله دي وبتنسى. فده يعني ده انا طبعا بقول الكلام ده لنفسي يعني، من بعد ما انا ايه بقى، بعد بقى ما كنت توترت وعملت بقى المشكله اكبر من حجمها وقعدت اصيح، يعني انا يعني ايه بستنتج اللي حصل عشان مش عارف، عشان ممكن ما اكررهوش تاني، ولو اتكرر تاني على الاقل اكون عارف انا بعمل ايه يعني في نفسي. هو الفكره يعني انا مش بقول كده ان انا ايه بقى جامد وبتاع، لا انا بقول كده عشان ايه، انا اكتر واحد يعني انا اكتر واحد في الحياه بيعمل ايه، بيعمل الحوار ده اللي هو ايه مكبر المشكله كلها ومش شايف اي حاجه تانية فعلا. ولكن الفكره ان لما الواحد يعرف ان مفيش حاجه بتلزق فعلا، وان التعب اللي الواحد بيتعبه في مرحله معينه خلاص انت كده كده بتنساه بعد ما تعدي المرحله دي، انا شايف ان ده بيعمل الحاجتين. الحاجه الاولى انك يعني بتجيب اخرك، لان كده كده انت عارف ان هو يعني مرحله وبتعدي او وقته بيعدي وخلاص الدنيا بتبقى لطيفه. والحاجه التانية انك مش بتتاثر بالمشكله دي نفسيا قوي، لان انت عارف ان هي كده كده ايه كده هتعدي، سواء بقى عدت يعني عدت عليك او عدت بسلام، فهي كده تعدي، فيعني مش بتتحط في قلبك قوي، عارف مش بتكون ايه شايل همها كده، مش بتكون اللي هو انت عارف صح عارف. بس يعني دي كانت خاطره بسيطه جدا، نراكم بقى الفلوج الجاي ان شاء الله. سلام.